كافانكاتر تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. هادشي ديال التجار انا بغيت نقول لكم بانه حنا الموقف ديالنا وكيضري بان الاخوان غادي اللي بغى يتكلم على هادشي يتكلم. حنا الموقف ديالنا واضح، داكشي اللي قلت في لا ديكلاراسيون ديالي في الناضو راه هو اللي كاين اليوم. ما نطلب منكم غير ترجعوا لهداك الشيء ديال لا ديكلاراسيون اللي قلت في الناضو هو اللي كاين اليوم. ويلا شي وزير يتصحابوا بانه انا بعدا ما كنفهمش علاش في وسط الحكومه، علاش في وسط الحكومه المجلس الحكومي اللي هو كيهتم بشؤون المواطنين والمشاكل الوطنيه كنجيبوا لي ديكلاراسيون ديال الاحزاب السياسيه ونجيو نقولوا علاش كتقولوا هادشي؟ اش الديمقراطيه هادي اسيدي؟ حنا سياسه، اش قلنا في الناظور؟ نعاود نقولها؟ قلنا اولا 2014 توجدت القانونيه ديال 2015 ياك اسيدي. في 2014 2015 تعملت واحد لو مزير ما استشرناش مع التجار فيها. داكشي اللي قلتولي كاين؟ لا داكشي اللي قلتولي. من بعد جات في 2018 تعملت واحد لو مزيون اللي دخلت في 2019 حتى هي ما كانش فيها استشاره ديال التجار. التجار كيقولوا بانه ما عجبهمش الحال بهذا لي مزيون، حنا كنقولوا ماشي نبداو نلوحوا الكره شكون اللي مسؤول انا ولا انت ولا هو ولا حنا كنقولوا خص تكون المسؤوليه ديال الحكومه. هاد الناس ما بغاو شيء غادي تجلسوا معاهم، وإلا غادي تبدلوا شي حاجه راه خصكم تبدلوا القوانين ديالها، راه ماشي التعليمات هادشي باش كيتمشى، لان كاين قوانين اللي هي فوق كلشي. راه ما قلناش حنا واخدين المسؤوليه ديالنا في هادشي، ما واخدينش المسؤوليه. اسمحوا لي خصهم يعرفوا بان قانون الماليه راه ماشي ديال وزير الماليه، قانون الماليه ديال رئيس الحكومه ديال الحكومه بأجملها. هاد جوج قرارات راه تخدم في اطار ديال قانون مشروع قانون الماليه اللي وقعوا رئيس الحكومه واللي هزوا بيديه وداه للبرلمان باش يحطوا وباش سميتو. وهذه اللجنه ديال البرلمان لا القديمه اللي كانت في العهد ديال يعني الحكومه السابقه ولا دابا، راه كان كيترأسها الحزب ديال رئيس الحكومه. لا ماشي معلوم معروف، هادشي واضح.